شكرا لأخ الرئيس. إنا لله وإنا إليه راجعون. عسى الله يغفر لك يا أبو عبد المحسن. نعزي أسرة الفقيد ونعزي أهل الكويت في الفقيد الكبير العم جاسم الخرافي. مهما تكلمنا ومهما قلنا عن أبو عبد المحسن لن نعطيه حقه. فأنا تزاملت معه. أبو عبد المحسن رجل النصيحة، رجل متواضع، رجل محب للكل، فارس حتى مع خصومه يختلف، وفي نفس الوقت في موضوع وتجده في المواضيع الأخرى متفق كل الاتفاق. لا أريد أن أطيل، وأعتقد اليوم الأخوة الأعضاء يعني مهما أرجع أقول مهما قلنا عن أبو عبد المحسن ما راح نقدر نوفي حقه. الأخ الرئيس أقترح على الأخوان على مجلسكم الموقر أن تكون أحد قاعات هذا المجلس، وأتمنى تكون استراحة الأعضاء، لأن هذه الاستراحة اللي كنا نلتقي فيها مع أبو عبد المحسن أن تكون باسم جاسم الخرافي لتخلد ذكرى في هذا الموقع. وأعتقد جاسم الخرافي الرجل الذي لخمس دورات متتالية هو رئيس وحدهم، وحدة هذه الدورات كان رئيسا بالتزكية. فجاسم الخرافي حتى اليوم خصومه السياسيين أول من عزى بجاسم الخرافي لما يتمتع من تواضع. الأخ الرئيس أرجو الأخ الرئيس أكرر وأتمنى الموافقة الآن من الأخوة بإجماع الأعضاء أن يكون قاعة استراحة الأعضاء هي قاعة جاسم الخرافي لنتذكر هذا الرجل ما دمنا أحياء، وأيضا للأجيال القادمة في المجالس القادمة. شكرا للأخ الرئيس.